جهاز تلبية المشروعات ضخ بمحافظة الأقصر في مجال الخدمات المالية ما تقريبا 430 مليون جنيه، مولت 33 ألف مشروع 665، وفرت ما يزيد عن 49 ألف فرصة عمل في مجال الخدمات الغير مالية، حجم التمويل 159 مليون جنيه، مشروعات البنية الأساسية والبنية التحتية والتنمية المجتمعية. ابتدينا مشروعنا ده كمصنع صغير لتصنيع الملابس والمفروشات والزي المدرسي، طبعا الزي الخاص بالمستشفيات والتمريض وكلام من ده. لجأت لجهاز تنمية المشروعات، في طبعا ورقة طلب مني جهزناها وقدمناها، وبالفعل حصلت على القرض وزودنا الحمد لله المكن، زودنا عمالة وزودنا خامات. جهاز تنمية المشروعات وطبعا قدمت حصلت على القرض بقيمة 75,000 جنيه. مشروعي عبارة عن مصنع الملابس الداخلية، صنع أقطان. جهاز تنمية المشروعات كان بصراحة ساعدنا في حاجات كتير، يعني أولا الإجراءات ما كانتش يعني فيها صعوبة أو معقدة، كانت سلسة وحلوة وتمام. برضو احنا بالنسبة لنا كمشروع محتاج رأس مال، يمكن برضو ما كانش متوفر معايا في الفترة دي عشان المشروع يستمر وينجح. بداية مشروعنا كانت في 98، وكان حتى وقتها الجهاز الفرع بتاعه في لوكسور لسه ما ابتداش عندينا، كان في جنة. فروحنا وقدمنا واخدنا اول قرض كان حوالي 200,000، ابتدينا بيه المشروع. بعد كده سددناه، كان في 2004 هنا فتح الجهاز عندينا، برضو قدمنا تاني، طلبنا قرض تاني، زودنا في المعدات، خدنا قرض تاني برضو حوالي 400,000. انت بتروح في الجهاز الناس مش بيتأخروا معانا يعني، وبيساعدونا في الدراسات وكل حاجة بصراحة، وبييسروا علينا حاجات كتير. We'll be right back.